استاذ علي تحب تقول ايه؟ الناس اللي عند الاداره تحب تقول ايه في يوم زي ده؟ الناس اللي عند الاداره هات. احنا بنقول بنشجع كل المصريين، لازم ننزل، لازم ننزل في مصلحه بلدنا. انزل شارع مصلحه بلدنا، انزل شارع، ما تبقاش كده. لازم يبقى في ديمقراطيه، والديمقراطيه قالب ده بتقول انك لازم تنزل. ما بنقولكش قول ايه، لكن خد حقك ولازم تنزل ولازم تعبر عن رايك عشان بلدنا تقف، عشان ما نضحكش العالم علينا. احنا محتاجين كل مصري ينزل ويقول انا اهو، انا عندي ديمقراطيه، انا هقول اي، انا هقول لا، انت حر بمنتهى الديمقراطيه، بس لازم تنزل، لازم تشارك، لان ده حقك زي الاكل والشرب والصلاة والعبادة، ده حقك ولازم كلنا ننزل. طبعا المسيرة لإدارة حي شرق المنصورة، بنقول نعم للتعديلات الدستورية، ونعم للاستقرار والأمن والأمان، نعم لمصرنا الحبيبة، نعم لقائدنا الحبيب، نعم لكل شيء جميل في البلد، نعم للرخاء، نعم للطمأنينة، نعم لحماية الشعب المصري الأصيل من كل دخيل وعميل، نعم للاستقرار والأمان، نعم لمصرنا، نعم لمصر جميعا، ونعم للقائد المخبار عبد الفتاح السيسي. يحيى الفتاح السيسي، يحيى الفتاح السيسي، ألف مرة يحيى مصر. انت كمان بتشارك؟ هنشارك، تحب تشارك والرأي يقول نعم الدستور عشان خاطر الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر.